بدا المعرض وانا دائما كنجي، هذه 11 سنه. العام الاول كان اخذت الجائزه الاولى، عطاها لي السيد الوالي السي حسن وريد الله يذكره بخير. والعام الثاني شديت الجائزه الاولى عطاها لي سيدي محمد السادس الله ينصره. تكون شي 20 سنه. نعم. ايوا شويه، فهو راجلي الله يرحمه كان موظف في الفلاحه، ودابا توفى هذه شي عامين باش توفى، ودايره هذا الشيء هذا وهوايه نيت مع هذا الشيء المعيز. كنت بديت بالمعيز ديال البلاد، والفلاحه كانت عطاتني الفحل، وبديت كانت باش تحسن السلاله كنديروا الكروازي حتى وصلنا هاد السلاله هذه. وهوايه هكاك بحال وليداتي، ما كنقدرش نفرقهم زعما، نخسر عليهم ولا ندير عليهم ما كيغيدنيش اش خسرت عليهم. هاد العام اللي كان داك الدعم ديال الشعر راه باقي ما كاين والو، داك الشيء سخنشه ولا جوج وتمشي عليها من بومية حتى الميدال تخلص عليها، شريها عندك تما المسافه، وداك الشيء بزاف وداك الشيء بلبان، وهذا فهاد الدعم هذا اللي تعطى جديد من غير ما كاينش.